تعالوا نروح بقى بعد 51 سنة من الحرب. مصر فشلة بحكم العساكر. احنا في مرحلة فشل مش هينفع فيها تجميل ولا مكياج. اش يعمل المشطة او اش تعمل المشطة في الوش العكر. وش العساكر عكر. مهما يجيبوا ناس ويقولوا احنا عملنا وخلينا وسوينا. مهما يطلقوا كلاب تنبح علشان تحاول تصلح وشهم ووشهم كالح. تعال اسمع لصوت كالح من الاصوات الديهي اللي بيقول لك حالنا بقى افضل والاخوان كانوا بيقولوا اننا هنفلس. انا عايزك تسمع الفيديو وانت تحكم. هو انت سمعت مرسي مره قال لك مصر هتفلس؟ طب بلاش دي، مرسي مات الله يرحمه. طب هو حال مصر بقى احسن؟ اسمع ورد انت، رد انت يا حسين، بلاش ارد انا. الفترة الماضية وسنة 23 كانت سنة صعبة جدا. الاستثمار في مصر ما فيش استثمار، البلد اتفلس، ما عندناش عملة أجنبية، مش لاقيين نجيب دواء، مش لاقيين. الدنيا كانت صعبة جدا جدا جدا. والخلاص الوحيد إن أنا أروح أستلف فلوس أقترض، والخلاص الوحيد إن أنا أجيب استثمارات. ما فيش استثمارات، البلد ما حدش هيجيها، والأبواق الناعقة البوم اللي كان بينعق إن البلد خلاص على شفا الإفلاس. فاكرين حضراتكم البلد على شفا الإفلاس؟ نقول لكم مصر محفوظة، إيد ربنا معانا، ما كانش حد لا مؤمن بكلامنا ولا أصلا في ناس مؤمنة بربنا، أستغفر الله العظيم. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذه الدولة إن هي لا تنكسر لا تنحني، في ناس طبعا زي ما كان بيقول طه حسين يسيئهم أن يعمل غيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كلام النطع ده حقيقي؟ ناخده واحدة واحدة كده الكلام ده ونفنده ونفصصه. هو مرسي قال مصر هتفلس؟ لا، وقتها الأشكال اللي زي دي هي اللي كانت بتقول مصر بتفلس. فطلع مرسي قال إيه؟ افتكر معايا كده. إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون. جبين. مصر، أكمل لك، قال لك مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله. دي أول حاجة. طيب إذا مرسي ما قالش البلد هتفلس، أنتوا اللي قلتوا. الرد بقى على كلمة إن بقى حالنا أفضل، تعالى نشقوت، تعالى دهدوه، تعالى حبيب أقول لك بقى البلد راحت فين. بسرعة كده دقيقة بس، خد شوية أخبار اقتصادية تقول لك إحنا بقينا فين. البنك المركزي يوجه البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية دون الرجوع إليه. المشاط، 18 مليون مواطن استفادوا من المرحلة الأولى الحياة كريمة، عشان البلد بقت أحسن، الناس كلها بقت في حياة كريمة. بدءا من أكتوبر وقف 500 ألف بطاقة تموينية بسبب سرقة التيار الكهربائي. الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الأشهر المقبلة علشان ناخد فلوس من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ويتحكم فينا وفي شعبنا ويغلي الأسعار ويرفع الدعم. صندوق النقد، نعمل مع الحكومة المصرية على استكمال بعض الإجراءات منها تسريع برنامج التخارجات، ولسه الأسعار هتزيد ومش هيبقى فيه دعم للمواطن. طيب مؤشر مديري المشتريات في مصر يعود للإنكماش مسجلا أدنى مستوى من 5 شهور. طيب بقينا أحسن؟ صحيح، ارتفاع أسعار البيض امبارح السبت. عمرو أديب بيقول لك لو انت عندك 3 عيال وكل عيل منهم بياكل بيضة كل يوم فانت محتاج تصرف عليهم 700 جنيه في الشهر. لو عندك 3 عيال وكل عيل بياكل بيضة واحدة هتجيب بيضة ايها المواطن ب 700 جنيه في الشهر. والاستاذ نشأت الديه بيقول لك حالنا بقى احسن. طيب زيادة 120 جنيه في الكيلو، لو انت استغفر الله العظيم يا رب من الناس اللي بتشرب قهوة ولا حاجة، فبن المعبودة اهو زاد كام يا سيدي؟ زاد 120 جنيه في الكيلو، مش السعر، مش سعر الكيلو، لا دي الزيادة 120 جنيه. طيب سيدة مصرية بتنتقد قرار عدم رفع الأجور في الشركات المصرية وتنتقد ارتفاع الأسعار، مع ان الأستاذ نشأة الديه بيأكد لحضرتك ان الأمور بقت أحسن. اسمعوا الست بتقول ايه. بس عندي سؤال، الشركات اللي لغايه دلوقتي ما زودتش مرتبات الموظفين اللي عندها، انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين الايه؟ ما تقول مستنيين ايه بجد؟ يعني الناس قربت تجيب بديل العيش وبديل الرز وبديل الميه من كتر ما الحاجه غاليه، وانتوا بقيتوا بتسعروا على الاسعار الجديده وبقت الحاجه غاليه، فانت مستفيد تمام؟ ليه بقى زودت الموظفين اللي عندك؟ ايه في ايه والله؟ في ايه في الدنيا؟ ما تزودوكم بقى، ما بلاش قرف. مش هيزود حد، بس الدنيا بقت احسن.